نشوفوا مع بعضنا باش تعرفوا الحقيقة اللي بالحق معناها حقيقة 4000 ساعة مشاهدة. قلت لكم كيفاش تحصلت على 4000 ساعة مشاهدة، معناها حققت لهنا الشروط الكل متاع اليوتيوب. بعد لنحقق هذا الكل حتى الانذارات، هاكا صفر انذار، ما عندي حتى انذار تو، ما ناقص كان تقديم طلب معناها باش تراجع القناة. باهي باهي، هاكا عدد الساعات 4487 ساعة، والشروط هما 4000 ساعة مشاهدة. به به، من بعد نحقو الشروط الكل بالطبيعة باش نمرو بالمرحلة هذي. السلام، مرحبا بكم، شنو ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في حلقة جديدة، كيفية الحصول على 4000 ساعة مشاهدة. كلكم أغلبيتكم تحبوا تعرفوا الإجابة على السؤال هذا، لذلك حبيت نشارككم تجربتي اللي مريت بها. نعرف أغلبيتكم اللي نشرتوا برشا فيديوهات، لكن الفيديوهات إلى حد الآن ما حققتش لكم 4000 ساعة مشاهدة. ننصحكم لذلك ما تعملوش الفيديوهات القصار. علاش الفيديوهات القصار؟ هما ما تحققوش منهم الأرباح. لذلك باش ننصحكم انكم تعملوا فيديوهات طوال لمدة ساعة. بطبيعة المحتوى يكون نتاع الفيديو حسب المحتوى نتاع القناة نتاعك. اذا كان قناتك قناة تعليمية بطبيعة باش تعمل الفيديو معناها تعلم فيه العباد حسب المحتوى نتاعك انت بطبيعة، وتحط العنوان، عنوان يكون داخل في محتوى الفيديو، مش تعمل عنوان مضلل. شنو معناها عنوان مضلل؟ انك تعمل عنوان باش تجلب انتباه العباد، لكن المحتوى نتاع الفيديو ما هوش النفس اللي موجود في العنوان. لهنا تتعاقب عن طريق ماذا؟ العباد اللي يشاهدوك يشدوا يشكيوا لليوتيوب، واليوتيوب تولي تنجم تسكلك القناة. لذلك نحن لازمنا نتجاوز الحاجات هذيا، نعملو فيديوهات العناوين نتاعها تجلب الانتباه، وفي نفس الوقت تكون طويلة لمدة ساعة باش نتحققوا منها على أرباح. معناها إذا كان كل واحد مثال يعجبه الفيديو ذي يشاهده هو ويزيد يبعث يبرتاجي لعائلته، ومن هنا تتحصل كل واحد معناها تتحصل منه على برشا سوية. لأن يعني حتى تلم 4000 ساعة متاعك. بالنسبة لي أنا شنو عملت باش تحصلت على 4000 ساعة مشاهدة؟ شديت عملت فيديو، بما أني أنا أستاذة والفترة دي اللي اتعديت فيها امتحانات متاع الابتدائي. به شنو عملت أنا؟ شديت عملت امتحانات. الامتحانات دائما معناها اللي باش يجيو في الثلاثي الثالث، اللي باش يجيو في الثلاثي اللي تعدى ذا. بل عملت مثال الفيديو اللي تحصلت منه على اكثر ساعات مشاهده، واللي شاهدوه برشا عباد وعاودوا شاهدوه برشا مرات، هو فيديو اتا نوري لكم. الفيديو هذا عملت 3 امتحانات، امتحانات في نفس الفيديو لمده ساعه كامله. والفيديو هذايا فيها 3 امتحانات نتاع مادة الإيقاف. به مادة الإيقاف معناها إذا كان ما يجيش السؤال هكا يجي بالطريقة هذية، معناها مهما كان باش يجيهم الامتحان من الامتحانات الثلاثة. الأسئلة باش تجيهم نفس الأسئلة اللي باش يجيو في معناها اللي عملته في الفيديو. لذلك
انا شنو قلت باش يشاهدوا اكثر العباد، قلت لهم باش يشاهدوا الفيديو ويعطيو للصغار باش يشاهدوا الفيديو برشا مرات حتى تسترسخ المعلومات في اذهانهم. ومن هنا وزيد الفيديو المحتوى نتاعو باهي برشا غني بالمعلومات، منه هو ما شاء الله معناها تسع ما طلعت الساعات فاتت 4000 ساعة مشاهدة. به وبالنسبة للفيديو هذاك مش هو بركة، حتى من الفيديوهات الاخرين زادة نوريهم لكم، ونصائح اخرى باش نقول لكم عليهم بخلاف العنوان وبخلاف لازم يكون الفيديو لمدة ساعة كاملة، لازمك تخدم حسب المحتوى متاع قناتك. علاش؟ العبيد اللي باش يتفاعلوا في قناتك به هما جاوا على جيل المحتوى مثال تعليمي، اذا كان انت مثال المحتوى متاع قناتك تعليمي، لكن كيف تنشر مثال مثال فيديو متاع حدث صار في بلادك خارج على التعليم، خارج على محتوى متاع قناتك، لهنا ما عادش تلقى مشاهدات في قناتك، صحيح والا لا؟ لذلك ننصحك كي تنشر فيديو انشره حسب محتوى متاع القناة متاعك. علاش؟ على خاطر العباد اللي لميتهم في قناتك، هذاكم اللي اشتركوا في قناتك، جاوا على هدف واحد، يعني أنا معجبهم محتوى التعليمي، مش بالضرورة حتى إذا كان أنت مثال متخصص متاع مثال لعب وإلا أي حاجة زادة كيف كيف، ما تخرجش عن الموضوع، أعمل فيديوهات متاع ألعاب، ما تعملش فيديوهات مثال تحكي على مشهور وإلا تحكي على صارت حادثة وإلا حاجة أخرى، لازمك تبقى مركز على المحتوى متاعك باش المشتركين اللي في قناتك يتفاعلوا في قناتك في نفس الوقت. برشا باش يقولوا لي ما نعرفوش كيفاش نعملوا الفيديوهات، وإلا اللي باش يقولوا لي معناها يعملوا في الفيديوهات من الهاتف فقط. به نعرف كيف تعمل الفيديو من الهاتف باش تصير برشا اخطاء. به وفي نفس الوقت الاغلبيه اللي يعملوا الفيديوهات في الهاتف معناها تكون الفيديوهات قصيره، لذلك ننصحكم انكم على الاقل تشريوا حاسوب، حاسوب هدايا يعاونكم باش تخدموا خدمة باهية، وفي نفس الوقت تعملوا فيديوهات طويلة. الفيديوهات طويلة على خاطر هذه هي اللي باش تحقق لكم 4000 ساعة مشاهدة. وفما حاجات أخرى لازمكم أنتم تبعدوا عليهم، على الأقل ما تنشروا الفيديوهات المهاشي متاعكم. شنو معناه؟ مثال تلقى فيديو في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديو هذا فيه نسبة المشاهدات عالية، انت تقول برا ننشره في قناتي، لهنا شنية باش تعمل شركة اليوتيوب كي تحقق انت 4000 ساعة مشاهدة، شنية باش يصير؟ وإلا حتى قبل ديريكت باش يوصلك انذار، ريت انت ماك حاطط تبليكة معناها الفيديو متاعك يشوفوه الناس الكل، باش تولي كالعين هذيك حمرا، معناها ما عادش ينجم يشاهدها حتى حد، الفيديو هذاك ما عادش ينجم يشاهده حتى حد. علاش؟ لهنا تجاوزت الحقوق، معناها لهنا اللي باش ياخذ المرابيح متاع المشاهدات هو صاحب الفيديو ماكش انت، فهمت؟ ولهنا والانذار ما يتنحى كان بعد 3 شهور، معناها حتى في صورة ما قناة اليوتيوب تبعث لك لميل متاع صاحب الفيديو باش تعتذر منه باش يسحب لك الشكوى،
لهنا أغلبية العبيد حتى كي تعتذر ما يجاوبكش، تبقى تستنى حتى تتعدى 3 شهور، وقت 3 شهور هذيك ما تتعداش بالسهل. لذلك ننصحكم انكم تحطوا فيديوهات من انتاجكم انتوما. انا مثال الفيديوهات اللي حطيتهم الكل في قناتي من محتوي انا، صحيح اللي مريت بتجربة من الاول، اول قناة حليتها اللي هي حالين تسكرت 3 سنين وانا نخدم فيها، في الاخر تسكرت. علاش؟ على خاطر عملت نشرت فيديو، الفيديو هذايا مش متاعي انا، انا قلت برا خلّم عدد الساعات ومن بعد تنولي نعمل محتوى خاص بي انا. لذلك ننصحكم انكم تعملوا فيديوهات من انتاجكم ما فيها حتى شيء، حتى في صورت ما تحبش توري وجهك، تنجم حتى توصل المعلومات من غير لا توري وجهك. فما برشا عباد ما يوروش وجوههم مرة واحدة، والقنوات بتاعهم كبيرة برشا ما شاء الله، عندهم مشتركين من غير حساب. بالنسبة لي أنا قناتي مازالت جديدة، فهمتوا؟ لذلك وننصحكم فما زادة برشا يوتيوبر يقولوا لكم مثال استعملوا المتصفح الخفي. أي مثال ننصحكم تستعملوا المتصفح الخفي، لكن فما حاجات معلومات غالطة. علاش؟ اليوتيوب في عدد تطلع لك في عدد الساعات، تنقص لك في عدد الساعات. تصور انت تحب تطلع في عدد الساعات وإلا تنقص في عدد الساعات، يا انت ماذا بيك توصل 4000 ساعة مشاهدة في أقل وقت ممكن، ماذا بيك حتى تلمهم في جمعة ولا شهر ولا شهرين. المهم تحقق شروط اليوتيوب قبل 12 شهر، صحيح ولا ليه؟ ما ونحنا اليوتيوب لازم قلتنا اللي لازم نحقق الشروط نتاعها قبل 12 شهر. اذا كان فات 12 شهر يعني ما تحققش المرة دي. لذلك مالا ننصحكم انكم تعملوا محتوى خاص بكم من انتاجكم انتما، ميسيرش تبداو ميسيرش حتى فما اخطاء ميسيرش بشوي بشوي هكاك راهو كنا بدينا كيف كيف، ما فماش انسان من اللي تخلق يعرف، كنا كيف كيف كنا كيف كيف، معناها واحد يتعلم من الاخر واحد يتعلم من الاخر. بطبيعة نشاهدوا في اليوتيوب برشا يوتيوبر وكل شيء تعلمنا منهم، ونحن في نفس الوقت زادة من التجارب اللي عشناها زادة بطبيعة نوصلوا النصائح والتجارب نشاركوكم بها باش تستفادوا، باش ما تمروش بالأخطاء اللي مرينا بها. اللي يحب يعمل مثال يستعمل المتصفح الخفي، شنية يعمل به؟ ماك باش تدخل انت للمتصفح الخفي تحط الرابط نتاع الفيديو الخاص بك انت به، لكن فما معلومات عطاوها لكم اغلب اليوتيوبر به، انا جربتها وبرشا عباد جربوها لكن حصلوا فيها. علاش؟ يقول لك اسأل المجرب ما تسألش الطبيب، باهي، وقليل اللي يوم معناها يعطيك معلومة وإلا ينصحك، كي يعطيك معلومة صحيحة. وفما عباد معناها يقول لك كي باش نعطي معلومة صحيحة حتى في صعمة معناها يبداو يحسبوا حتى في صعمة معناها يحقق الشروط. لذلك باهي فما حاجات مريت بهم انا. كيفاش؟ يقول لك انا شاهدت برشا فيديوهات، يقول لك سرع الفيديو حطو 2 السرعه نتاعو 2 باه، يقول لك علاش؟ باش مثال الفيديو هذايا 30 دقيقه معناها تاخذ
ياخذ الدوبل السويع نتاعو في الساعة، فهمت كيفاش؟ وإلا اللي قالوا حطوا 0.25 السرعة نتاعو باش تحصل على 4 أضعاف الساعات. به لهنا معلومات خاطئة، جربتها أنا وجربها واحد آخر. شنية صار؟ عدد الساعات نقصوا، كي نقصوا عدد الساعات وليت نخلي في الفيديو يمشي عادي، معناها نورمال، لا قويت لا في السرعة لا نقصت في السرعة. به ومن هنا شنية صار؟ وليت نشوف في عدد الساعات تمشي وتطلع تمشي وتطلع. كي وليت نحط في الفيديوهات يمشي نورمال عادي من غير لا نسرع فيها، وليت نشوف في عدد الساعات قاعدة تمشي وتطلع تمشي وتطلع. باهي مالا، عطيتكم النصائح الكل اللازمة وحكيت لكم على التجارب اللي مريت بها، وتو باش نوريكم الفيديو اللي حققت منه 4000 ساعة مشاهدة. هما برشا فيديوهات ما شاء الله، معناها لقيت اقبال عليهم كبير خاصة في فترة الامتحانات، لاني عرفت كيفاش نستهدف الاولياء والتلامذة في الفترة هذيك. انا باش نوريكم توا، نشوفوا مع بعضنا نشوفوا مع بعضنا باش تعرفوا الحقيقة اللي بالحق، معناها حققت 4000 ساعة مشاهدة. قلت لكم كيفاش تحصلت على 4000 ساعة مشاهدة، معناها حققت لهنا الشروط الكل متاع اليوتيوب. بعد لنحقق هذا الكل حتى الانذارات هاكا صفر انذار، ما عندي حتى انذار تو، ما ناقص كان تقديم طلب معناها باش تراجع القناة. باهي باهي هاكا عدد الساعات 4487 ساعة، والشروط هما 4000 ساعة مشاهدة. به به من بعد نحقق الشروط الكل بطبيعة باش نمروا بالمرحلة هذه.